عزيزي المشاهد، أهلا بك في لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامج الرجال من الكويت. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عبد اللطيف أحمد لبعجان. طبعا لا أريد أن أعدد مسيرة هذا الرجل العملية، ولكن من خلال الحوار سوف نتوصل إلى الكثير من المحطات المشرقة في حياة هذا الرجل، وكيف عمل بأكثر من موقع، وكان نعمة الرجل الذي يدير هذا العمل. حياك الله أبو خالد، ونحن سعداء بهذا اللقاء. حياك الله. يا أهلا خالد، الساعة المباركة. الله يبارك في عمرك. جرت العادة أن نقول متى كانت الولادة وهي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا ولادتي ولادة الشامية القديمة، إيه؟ اللي مكان الصحة المدرسية، إيه؟ لما طلعنا من جبلة، إيه؟ سكننا في هذا الموقع في 52 في هالمكان هذا. بعدين انتقلنا إلى الشامية الحالية، إيه؟ أداء مدرسة الجزائر قبل إنشائها، إيه؟ وبعدها أيضا انتقلنا من الشامية إلى الشامية، الشامية. نفس الشارع، شارع وهران، أداء قبل الدورة تقريبا، نعم. أداء مسكن الشيخ ابن مثال. المدارس اللي بدأت فيها أول مدرسة في طريقك العلمي، تعيدين للتاريخ العتيد. أول ما درس في روضة المنصور في شويخ، كانت تو منشأة، كانت هذه أول روضة تقريبا، من أوائل رياض الأطفال. وانتقلت بعدها الابتدائي إلى مدرسة المأمون اللي هي حاليا مدرسة عبد العزيز الشايع، وبعد ذلك إلى مدرسة الشامية المتوسطة، ومن ثم ثانوية كيفان. هذه مرحلة ثانوية كيفان. وانت في مرحلة الثانوية او ما قبلها، شنو كان طموحك او يعني رؤياك للمستقبل في الدراسة؟ ما في شك احنا بهذا العمر هذا بهالسن دائما نفكر جماعي ويا اصدقائنا. انت وين بتروح؟ ايش تبي تسوي؟ شنو تخطط؟ كالعادة يعني كعمر شباب ما كان عندنا النظرة البعيدة، بس انا كان عندي يعني فكرة اني في البداية كنت حاب اني ادخل الجيش في الطيران ذاك الوقت. صار في الفتوة لما صارت في تهديدات حق الكويت إلى آخره، الثانويات العامة كلها بالكويت سووا فتوة في ذاك الوقت. فلما شفت التدريبات في الجيش في الكويت، طبعاً هذا بسيط مبسطين لنا، لكن قلت لا، لأن في شغلات قاعد تصير خلال التدريب ما عجبتني، فقلت لا، الجيش هذا إذن توجه إلى الخارج. فكان توجهي في البداية أن أدرس في أمريكا كبداية، وكان في أحد أصدقائنا راح عن طريق شركة الزيت العربية اللي في الخفجي، توجهوا ودوا اليابان وجزء منهم ودوهم إلى أمريكا. فأنا كان توجهي إن إحنا نروح أمريكا ويا بعض الأصدقاء ندرس هناك. وفي ذاك الوقت عقب ما خلصت من الثانوية كان في هناك عرضين، العرض الأول شركة الزيت، والعرض الثاني في السفارة الفرنسية كانت مقدمة منح لدراسة اللغة الفرنسية أو دراسة في فرنسا. لما توجهنا إلى شركة الزيت العربية وكانوا يفحصوننا في الخفجي، الفحص الطبي والتجهيزات، عرفت أنه راح نقعد مدة أطول من المدة المعتادة اللي هي 3 أشهر، فرفضت أن أروح هناك، خذيت الخيار الثاني اللي هي توجه الدراسة في فرنسا. أنا أول مرة أعرف أن يعني السفارة مثل الفرنسية أو غيرها تعطي منح دراسية. تعتقد ما الباعث لهذا الأمر؟ هل لأن كان الإقبال على دراسة اللغة الإنجليزية هو الأكثر والسائد؟ قد يكون هذا أحد الأسباب، لكن أنا أعتقد هو السبب الرئيسي هو نشر لغتهم الفرنسية أو لغاتهم. كان في هناك سفارات، أنا ما كنت أعرف أن في سفارة ثانية تقدم، لكن اكتشفت أن في السفارة الفرنسية أنا ذاك تقدم منح حق الطلبة الكويتيين اللي عندهم علامات جيدة، فقدمت عليها. فقلت أنا خاصة خذيتها في المرحلتين الأخيرتين في الثانوية الثالثة ورابعة، حبيتها أدبي، الأدبي القسم الأدبي، فحبيت هذه اللغة وكنت جيد فيها يعني في البداية. فاخترت هذا التوجه، إنه ليش ما أروح إحنا من الطلبة الأوائل اللي راحوا هذا التخصص. هل منحة كاملة على حساب فرنسا أم وزارة التربية يعني أو التعليم كان العالي هو المسؤول عنها؟
لا كانت وزارة التربية، بس وزارة التربية ما لها شغل، هي منفصلة انفصال تام يعني. المنحة يعطونك مبلغ كان ذاك الوقت 500 فرنك بالفرنكات تغطي اللي هي السكن وتغطي الأكل، هذا هم يتحملون طبعا يتحملون تكاليف الجامعة وتكاليف الدراسة بشكل عام. انت رايح من الكويت، عادات تقاليد نوعية أكل، شلون قدرت تكيف مع المجتمع الفرنسي ويعتبر جديد عليك ولغة جديدة؟ يعني هل الأمر كان سهل بالنسبة لك؟ سهل؟ لا مو سهل، لأن مثل ما تفضلت العادات والتقاليد لكن تكيفنا، لأن حنا في ذاك الوقت الحقبة الشباب الكويتي بشكل عام ما في عنده أي مشكلة وأي عقدة يتكيف في أي مجال تحطه وفي أي مكان تحطه، مثل اللي راحوا أمريكا، اللي راحوا بريطانيا، اللي راحوا دول أخرى. حنا نفس الشيء، كنا مجموعة ستة، حنا رحنا إلى فرنسا وحطونا في مدينة نيس. مدينة نيس طبعا نيس. جميلة جميلة وشيء ساحلية وكذا وتسلية وأمور كثيرة، خاصة قالوا هذول الشباب جايين من الكويت أهل شمس، ما نوديهم مكان ثلج، خليهم المنطقة هذه الدافئة شوية لهم. فبديت حقيقة أول ما بديت في مدينة نيس قعدت فيها سنتين، بس مدينة نيس ما ينقعد فيها صراحة، السبب أن الملهات اللي برا تلهيك عن دراستك. يعني في أشياء كثيرة تصير داخل نيس، كان تشغلك عن دراسة. طلبت أغير الجامعة من جامعة نيس إلى جامعة بيزنسو. رحت جامعة بيزنسو ما فيها إلا شارع واحد وثلج، فقلت ما يخالف، المهم أن أخلص دراستنا في هذه المنطقة. وكنت في هالفترة رئيس أول رابطة للطلبة الكويتيين في فرنسا. نعم. هذه طبعا ما كان وقتها في اتحادات طلبة أو شيء؟ لا كان في اتحادات طلبة بس مو فرنسا. فرنسا ما كان فيه، ما كان فيه، لأن احنا كنا مجموعة صغيرة تقريبا أكثر من 30 أو 40 شخص. طلبنا احنا نكون متجمعين، يصير فينا تمثيل مثل ما الدول الثانية، ما في بريطانيا ومصر وأمريكا كان لهم اتحادات طلبة، اتحادات الطلبة. فطلبنا ان احنا نشكل هذا الاتحاد مع جامعة الكويت، اتحاد الوطني لطلبة الكويت في الجامعة. يونا ناس الله خير من الجامعة، الاتحاد الوطني الفرع الرئيسي الى فرنسا، وقعدوا ويانا شافوا توجهاتنا، فقالوا احنا ما نقدر نسوي اتحاد لان العدد مالكم صغير صغير، فانتوا شوفوا سووها رابطة وبعدين نشوف نفكر للتوجه الاخر انه يصير في اتحاد وطني لطلبة الكويت في فرنسا. وفعلا صار ان سوينا رابطه وسوينا انتخابات واختاروني ان اكون انا رئيس الرابطه. انتوا عددكم قليل يعني، قليل يعني، بس المهم ان احنا شاركنا في الاتحادات الثانيه العربيه اللي موجوده في مدينه بيزنسون، وصار اجتماعات مره يصير عندي مره يصير عند احد الاتحادات الثانيه فشكلنا. لكن ايضا هذه شفتها ان عائق ان اكمل دراستي بشكل صحيح، لان انشغلت تشغلك نعم وشغل نعم. يعني يبي لها شغل وايد واتصالات، اذا ما رحت لهم هم يوك. فطلبت من الاخوان ان انا يعفوني من هالمكان هذا، خاصه في السنه الاخيره في سنه الليسانس، فقلت لهم انا ارجع عفائي واختاروا اي واحد من الاخوان وانا وياكم، وفعلا هذا اللي تم. ابو خالد، بعد ما خلصت دراستك وحصولك على الليسانس عام 78 عدت إلى الكويت، ما كان أمل يعني أول عمل بالنسبة لك وين؟ والله أول عمل لي أنا طبعا قدمت وتشرفت أني أكون في الديوان الأميري، وكانت هذه فرصة كبيرة لي. طبعا أنت جاي من فرنسا وإحنا توني يعني أول حياتي العملية أني أكون في الديوان الأميري، هذا شيء وايد كبير. وأنا كنت محظوظ حقيقة أن قبلوني في الديوان، لأن ما كان عندهم اللغة الفرنسية خاصة في الترجمة، إذا كانوا محتاجين حق ضيوف صاحب السمو المخور له الشيخ يابر الأحمد، كان عندهم واحد وبيمشي، واحد غير كويتي، غير كويتي. فاختاروني وقابلت أول مقابلة لي في الديوان مع الشيخ سمو الرئيس يابر المبارك، كان هو الوكيل المساعد للشؤون الإدارية، وقدمت الأوراقي وقلت له أنا توني متخرج، وكنت أنا أول كويتي حصل على شهادة علم الليسانس، علم اللغات اللينغوستيك في ذاك الوقت، أنا وزوجتي وأختها دنيا المخلد وأختها روضة المخلد اللي صارت أستاذة في جامعة الكويت، بالإضافة إلى زملائنا كانت ويانا الأخت سلوى النصر الله وفوزية الفوزان، والمغفور له صالح بهمن كان ويانا أيضا
في نفس هذه الدفعة اللي احنا أول دفعة رحنا. أول دفعة اللي انتوا درستوا اللغة الفرنسية. وفيما بعد افتحوا البعثات حق الطلب الكويتي. نعم. فكنت محظوظ جدا أن أكون في هذا المكان خاصة أتعامل. هل أنت تزوجت في مرحلة الدراسة؟ لا أنا تزوجت بعد عملي بسنتين. يعني بعد ما تخرجت واشتغلت عقبها قبل لا أروح الجهة الأخرى تزوجت قبل لا أطلع من الكويت. فطبعا هذه فرصة كبيرة كانت لي أن أنا أشتغل في مكتب صاحب السمو المغفور له الشيخ يابر. وكانت هذه فتحت لي أبواب كثيرة من المعارف ومن كبار الشخصيات المهمين في دولة الكويت والكبار يعني المسؤولين حتى السفراء والوزراء ورؤساء الدول اللي زاروا الكويت. كنت أنا المترجم خاصة غير الناطقين باللغة العربية اللغة الفرنسية، فكنت أنا مصاحب لصاحب السمو خلال ترجمة حتى في زيارات الخارجية. حتى في زيارة كل زيارة الفترة اللي أنا كنت فيها اللي هي سنتين تقريبا إلا سنة ونص سنة وسبعة أشهر كل زيارة طلع فيها صاحب السمو. حتى اليوم واحد اللي رحنا فيها خميس مشيط هي للتجهيز لإعداد المجلس التعاون كان هذه الزيارة رحنا فيها في يوم واحد كنت أنا من ضمن الوفد. فكل الوفود خلال فترة اللي كنت فيها كنت أنا وياه. وهذا طبعا شرف كبير لي أن يختاروني وياهم من ضمنها طبعا مو بس اللغة الفرنسية حتى التخصصات الأخرى. نعم. لأن نكون في التشريفات فكنت أنا موجود من ضمن الوفود اللي راحت مؤتمر بغداد ومؤتمر تونس. أهم الرؤساء اللي يعني ناطقين بالفرنسية أعتقد ليوبولد سنغور ويعني بعض الرؤساء، كيف كانت هذه يعني الزيارة؟ كيف تراها رؤساء دول أفريقية وأنت كشاب قبل أن تتمكن من اللغة الفرنسية وتصير أنت تترجم لحضرة صاحب السمو أميرنا الراحل الله يرحمه الشيخ جابر الأحمد، شنو كان إحساسك تجاه هذه في المرحلة هذه؟ يعني كانوا في بعض الرؤساء خاصة ليبول سنغور هذا من الشخصيات النادرة. نعم. خصوصا أنه كبار مثقفي أفريقيا. مثقفي أفريقيا. نعم. وفرنسا. نعم. لأن أيضا هذا الشخص ضموه إلى المجلس الفرنسي الأعلى للغات اللي يختارون الأدباء وشعراء، هو الأول من خارج الفرنسيين أن يختارونه من ضمن هذه الأكاديمية الفرنسية. فكان هذا شرف كبير لي. وكنت أنا أختار الكلمات بعناية لأن أنا أعرف أنه شاعر وأديب وفيلسوف. كانت زيارته وهو له هيبة حقيقة هذا الشخص. فكنت لما أي أترجم له الكلام أو منه أو أنقل الكلام اللي يتفضل فيه صاحب السمو رحمة الله عليه، فكنت أختار الكلمات اللي أعتقد أنها تكون مناسبة لها الشخص أو هذا الوضع. نعم. فكان هذا الشخص اللي فعلا تأثرت فيه واحترام الأول طبعا صاحب السمو ما في شك، لكن أنه تقابل شخصية من ثلاثة الشخصية ما كنت أتحلم فيها أكيد. بالإضافة إلى سيكوتوري أيضا أحمد سيكوتوري كان أيضا من الشخصيات الكبيرة الأفريقية اللي كانت زارت الكويت وتشرفت أني أكون من ضمن الوفد للترجمة لهذه الشخصية. فطبعا في هناك شخصيات أخرى بالإضافة إلى السفراء والوزراء اليوم من دول ناطقة باللغة الفرنسية كنت أنا حاضر للترجمة، وليس الترجمة الفورية لكن الترجمة الموضوعية. تعتقد يعني ضروري أن الإنسان ليعمل في مكان مثل هذه الأماكن كالديوان الأميري مجلس الوزراء يجب أن يكون يتعامل بحذر خاصة في موضوع الترجمة؟ تعتقد هل يعني مثلا توصي أو بحكم خبرتك أن يتم اختيار الناس بدقة؟ لأن مو أي واحد يتكلم لغة أنا أجيب أحطه في موقع متميز مثل هذا الموقع، لأنه ما يحتاج يعني المسألة مو فقط تحتاج ترجمة، تحتاج ثقافة، تحتاج دراية، تحتاج ثقافة عامة حتى في بعض جغرافية الأماكن اللي جاية منها هذه الدول. هل تعتقد هذا يدرس الآن في المعهد الدبلوماسي مثلا؟ أو والله ما عندي فكرة عن المعهد الدبلوماسي يدرس هذا ولا لا، لكن مثل ما تفضلتي في الكلام صحيح
أن الشخص اللي يوقف مع صاحب السمو لازم يكون تمثيله تمثيل متميز لأنه يمثل صاحب السمو في هذا الموقع طبعا. يمثل دولته يمثل يعني ناس من أهل الكويت لازم يكون على دراية لازم يقرأ لازم يثقف لازم يثقف نفسه يعني أنا خلال الفترة ذيش قعدت أقرأ كثير خاصة في قضايا الترجمة وما أنسى فضل أيضا بعد الله توفيق النصار الله رحمه رحمة الله عليه كان هو مترجم أيضا للغة الإنجليزية لصاحب السمو وكان أستاذ متميز بالنصح والإفادة كان أستاذ بالترجمة ما يعلى عليه يعني حتى إليزابيث أشادت فيه كان يترجم حق صاحب السمو بلغته المتميزة فوايد تأثرت أنا فيه واستفدت من تجربته وفعلا هو أفادني أيضا وليس فقط يعني ما يفيد لأنه يفيد الآخرين كيف تترجم شلون تكلم شلون تبدأ الكلام متى تنتهي ولازم تنقل الترجمة حرفيا لأنه مو أنت اللي قاعد تكلم اللي أنت قاعد تنقل رسالة من شخص إلى شخص آخر فبالتالي لازم تكون أمين ما يقوله أنت تقوله هذا شيء يعني طبعا في محضر يكتب وبعدين في أشياء مهمة خصوصا ان هناك في سريه ايضا في امور انت لما تسمعها وتقولها ما راح تذيعها برا وتقول والله ترى قال كذي وسمعت كذي لا هذه يكون فيها سريه في نطاق عملك اساس ان تكون عندك امانه انت حامل امانه لازم تحملها بطريقه صحيحه وصدق فالشخص اللي ترجم لازم يكون على ثقافه وعلى درايه ويطلع يقرا عن الدوله اللي جاي منها هذا الرئيس شنو الاشياء العامه عندهم يعني ترد تدرس مره ثانيه وليس فقط انه والله ترى جاي الرئيس الفلاني وبعدين ايضا عنه. لازم تكون عنده حصافه مو اي شيء يتحدث فيه يعني طبعا ينقل يعني لا طبعا في امور يعني في كلمات او في جمل تحورها انت بطريقه تكون لبقه وليس في فيها لباقه ايه كل الناس اليوم حقيقه كانوا على قمه الاخلاق والادب والتواضع فانت طبعا تنقل ما هو موجود امامك في هذه الفتره كم كان عدد العاملين في الديوان الامير والله احنا كنا شويه في الديوان الاميري ذاك الوقت يعني كنا تقريبا مع صاحب السمو الشيخ خالد رحمه الله عليهم وزير الديوان كنا تقريبا 130 لاخر واحد في الديوان ما كنا اعداد كبيره التشريفات كنا احنا تقريبا بحدود تسعة اشخاص كان راسنا عبد العزيز عبد الرزاق رحمه الله عليه بفرح طبعا ويا الوكيل ويا الاخوان الثانيين تعتقد ان هذه التوسعه وهذه الكثره الان نظرا لتوسع العمل في الديوان الاميري وكبرى التشريفات وهذا فهذا يستدعي طبعا الكثره والتطور الزمني نتوقف في استراحه قصيره عزيزي المشاهد ثم عوده الى ضيفي الاستاذ عبد اللطيف احمد البعيجان استراحة قصيرة عزيزي المشاهد عودة مرة أخرى إلى ضيفي الأستاذ عبد اللطيف أحمد البعيجان أبو خالد يعني مسيرتك مع الديوان انتهت في عام 80 وذهبت إلى مكتب الكويت الثقافي في فرنسا لماذا هذا تم الاختيار هذا وطبعا ديوان الأميري أحد يترك الديوان وليش والله هذه الكلمة قيلت لي في ذاك الوقت أحد يترك الديوان الأميري نعم أحد يترك الديوان الأميري طب اللي فيه يعني كانت تجربة وايد غنية وايد مهمة في حياتي خصوصا أني تعرفت على ناس كثير خاصة صاحب السمو رحمة الله عليه كان شخص يعني نادر أول قرب يعني من الشيخ يابر الله يرحمه طبعا بشكل مباشر أدخل عليه بشكل يعني مباشر نعم. شيء يعني ما كنت أحلم فيه ولا كنت أتوقعه أنا اللي خلاني أترك الديوان الأميري هو الطموح يعني أنا لو فكرت فيها لو بقعد في الديوان الأميري طول عمري طبعا كل شيء يكسر قدامك كل شيء أمامك كل شيء متوفر لك كل شيء يعني جميع النواحي ففكرت إن لو بقعد أشوف نفسي بعد 10 سنوات وين أوصل نفس مكانك أكون نفس مكان بعد 20 سنة وين أوصل نفس مكاني مكان. فبالتالي صحيح. أنا شنو الطموح اللي وصلت له يعني خاص المكسب الأول طبعا المعارف والعلاقات اللي توفرت لي في ذاك الوقت
فعرض علي المكتب العمل في المكتب الثقافي كملحق ثقافي. ذاك الوقت كان آخر واحد الأخ الفاضل محمد العيري كان هو الملحق الثقافي وكان المندوب الدائم في نفس الوقت. فأنا لما جيت فصلوا المندوبية الدائمة في اليونسكو هناك عن الملحقية الثقافية ومسكت عن الملحقية الثقافية. لهذا السبب أنا فكرت إن حتى أساس الواحد لو بيدري يستفيد من تجاربه إنه يعني قريب من استفادة. وبعدين أيضا تنشيط لغتك الفرنسية، لأن الواحد لما يروح عن مكان يتكلم فيه بشكل مستمر يومي ينقطع عن ممارسة هذه اللغة أيا كانت راح ينساها مع الوقت راح تلاشى. لكن فضلت إن أنا يكون عندي هذا الطموح وإني أسعى وراء هذا الطموح، وفعلا انتقلت إلى المكتب الثقافي في سنة 80. هنا هالفترة هذه اللي تزوجت فيها قبل لا أروح إلى فرنسا، وكانت زوجتي دنيا يوسف المخلد هي وياي أيضا في الديوان الأميري، كانت في مكتب صاحب السمو، اشتغلت وياي بعد بثلاثة أشهر طلعنا حنا اثنين نايمين. وكان فعلا في الديوان الأميري شخصيات يعني عجيبة ومفيدة بشكل، وثقافتها جدا عالية، مثل عبد العزيز كامل كان موجود في مكتب صاحب السمو رحمة الله عليه، وكان شخصيات كثيرة، كان إبراهيم الشطي رحمة الله عليه، هذا وايد استفدت منه بالديوان الأميري كيفية تأخذ المحاضر. لما يكون المحضر بمكتب صاحب السمو يكون فيه ضيوف، بداية علمني، بعدين أنا قمت أدخل بروحي، أنا اللي كنت أخذ المحضر مباشرة بداله. فكان هو أستاذ كبير في تعليمي في استفدت منه كثير. فلهذا أنا طلعت من الديوان الأميري ومثل ما تفضلت. لا هو يعني خاصة الأماكن لها محدودية، يعني ليس فيها تطور إلا التوسع، وأنت تبقى كما أنت. لكن الفكرة هذه جيدة. أنت اشتغلت في مكتب الكويت الثقافي، في رئيس المكتب الثقافي دعنا نقول، متى استمريت في هذا المكان وانتقلت لليونسكو؟ استمريت من 80 إلى 92 إلى ما بعد الغزو، هذه الفترة الأولى. ثم رجعت إلى الكويت في وزارة التعليم العالي، اشتغلت مساعد مدير الشؤون الثقافية، ومن ثم مدير الشؤون الإدارية، وبعدين انتقلت مرة ثانية إلى فرنسا، كمستشار ثقافي رئيس المكتب من 97 إلى 2016، هذه الفترات اللي كنت فيها في فرنسا وكنت كمستشار ثقافي في المرحلة العملية. طبعا الفترة الأولى تخللتها هي فترة الغزو، يعني فترة الغزو كانت وايد مهمة بالنسبة لي وبالنسبة حق أهل الكويت كلهم، إن كنا في وضع وصرنا في وضع آخر. فاستلمت أيضا بالإضافة إلى الشؤون الطلابية والثقافية في ذاك الوقت، استلمت إعاشة المواطنين الكويتيين اللي كانوا في فرنسا، اللي ظلوا موجودين في فرنسا، اللي عندهم أملاك وعندهم شقق وعندهم بيوت. فظليت أنا خلال الفترة هذه أستلم إعاشة المواطنين الكويتيين، كلهم كانوا عندي. كانت فترة فعلا عصيبة في ذاك الوقت، خاصة الفترة الأولى. أنا أذكر قعدنا شهرين في السفارة ما رحنا بيوتنا، نقعد نشيل الأوضاع كلها إلى اتصالاتنا مع، حتى كان السفير ما كان موجود في الكويت، هشام مرزوقي، عبد هشام مرزوقي، فبالتالي طارق مرزوقي، عفوا دكتور طارق مرزوقي وهو اللي كان موجود السفير كان بالكويت، بعدين يانا استلم شملان عبد العزيز الشملان وهو الآن سفير في هولندا، وهو اللي استلم السفارة قائم بالعمل. كان أيضا عندنا في ذاك الوقت السفير الأخ الفاضل عبد العزيز الشارخ، كان سفير في اليابان وياي بإجازة عنده في فرنسا، وهو اللي أيضا كان ويانا يعيننا وساعدنا في قضايا كثيرة خاصة القضايا السياسية، بالإضافة للإخوان اللي في السفارة جمال المصافي والمجموعة الأخرى. كانت هذه الفترة فعلا الكويتيين كلهم اشتغلوا بدون استثناء، وكان ويانا دائما موجود ويانا الشيخ مبارك ياب الأحمد، وكان ويانا الشيخ سالم نواف الأحمد، كلهم كانوا موجودين تعاونين ويانا. بشكل يعني كنا الكويتيين كنا نتعاون مع بعض. يعني أيضا الدكتور علي الشملان أيضا قاعد ويانا مدة في فرنسا بإدارة السفارة ويا الإخوان الموجودين. فكانت هذه الفترة فعلا يعني أبرزت شخصيات كويتية اللي كانوا موجودين
من تجار، من سياسيين، من اقتصاديين، من ناس عاديين اشتغلوا بشكل يعني منقطع النظير، سووا أشياء كثيرة ما تتوقعين أن هذه الأشياء تطلع منهم. لا هي مية قضية شخصية، لا مية قضية، هي قضية وطن، تعاون طبعا. ما في شك كانت هذه فترة زمنية في ذاك الوقت اللي فعلا أظهرت المعدن الكويتي، الشعب الكويتي رجال ونساء، تنظيم المظاهرات، اللوحات، الإعداد، كانت حتى في كنا نعد اللوحات في على طاولة المكتب، طلعناها من المكتب وحطيناها بالوسط بالصالة اللي عندي فوق، كنا نحط الإعلانات ونقصص بالموس، لليوم أثرها أثر هذه الإعلامات موجودة على الطاولة، فما غيرناها، خليناها أساس تكون ذكرى، وذكرى يعني كانت في ذاك الوقت صعبة لكن الآن ذكرى نفتخر فيها. كيف كانت السلطات الفرنسية تتعاون مع السفارة الكويتية، وهل من البداية بدأت أم بعد ذلك لما اتضح موقف يعني التحالف؟ حقيقة السفارة الحكومة الفرنسية بشكل عام، وزارة الخارجية، وزارة الثقافة والتعليم، من أول لحظة بدأوا تعاونهم ويانا. يعني أول شيء طبعا مثل ما هو معتاد أنه يكون في حماية للسفارة والتوفير كل ما نحتاجه، يعني يطلبوا منا أي شيء نحتاجه بسبب حكم العلاقات المتميزة بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية، وفرنا كل شيء. فبالعكس كان تعاونهم وايد متميز ويا السفارة. قضية الإعاشة كيف كانت؟ هل تحول لكم من الحكومة في الطائف أم؟ احنا في البداية طبعا ما كان عندنا توجه كيف التعامل مع المواطنين اللي كانوا موجودين، لكن جاتنا تعليمات ان كل المواطنين اللي بالفنادق يرجعون يختارون المكان، نوفر لهم وسيلة نقل الى المكان اللي يبونه. بعضهم طبعا كروتهم اللي عنده فلوس نقدي هو اللي عانته، اللي ما عنده كروت كانت في ذاك الوقت البطاقات او الشيكات كلها وقفت، ما حد يقدر يتعامل بأي شيء. حتى النقدي يعني احنا هنا في الكويت ما نقدر، صار يتنا فترة ما نقدر. لا بس هناك انا اقصد النقدي مال العملة المحلية، مال الفرنكات الفرنسية. الفرنكات ممكن فكان عندهم المبلغ الموجود بعضهم، بس ضاقت عليهم طبعا. جاتنا تعليمات اخرى بان احنا نصرف مخصصات حق كل اسرة بشرط انه يقدم لنا الاوراق والثبوتيات انه عدد الاسرة ومكانهم، الاسرة عددهم وين، في عندهم بيت او شقة او مكان ثاني يسكنون فيه، او انه اذا بالفندق لازم نخليهم يقادرون. ففعلا انا اذكر في ذاك الوقت في اي يوم الغزو بالليل الفير لما كنا في السفاره، طبعا انا بلغت ان دخلوا الجيش العراقي غزوا الكويت في هذيك الفتره، طلعت من البيت، انا كنت ساكن برا البيت برا باريس عند بيت عمي يوسف المخلد رحمة الله عليه، تبعد 50 كيلو من باريس، على طول خذيت سيارتي ورحت، وهذه قعدتي شهرين هنا. بلغنا ان طبعا اتصلوا في المطار قالوا في وحدة كويتية ويسرتها رجعت، الطيارة اللي راحت ردت مرة، كل الطيارات اللي حق الكويت ردوا في مطاراتهم، يعني سواء فرنسا أو غير فرنسا. فكانت هذه الأخت الفاضلة ما أنساها، يعني حاولنا احنا نساعدها رفضت، قالت ابدا ولا بيحد يتدخل، انا اقدر ادبر نفسي واقدر، تعالي انا بيتي هني موجود انت وعيال السكنه في شقتي ما في احد، رفضت. يعني كانت سيده فاضله، في المقابل في بعضهم مع الاسف ما كانوا يتحملوا مسؤوليه في ذاك الوقت، حتى في ذاك الوقت، لكن الحمد لله في ناس يعني حقيقه الناس افاضل وفي البدايه تحملوا وساعدوا بعضهم بعض، واللي عنده ليش يضطر يعني طبعا يضغط على. وفي ناس في خلال الفتره هذه ما استلموا الاعاشه، رفضوا ان يستلموا الاعاشه، كان ذاك الوقت اذا ما خانتني الذاكره 3000 يورو 3000 فرنك حق كل اسره. فبعدين عدلناها ايضا لان حسب عدد الاسر، لان بعض المبالغ ما تكفي حق العشاء، لان عندهم بيوتهم واللي عنده بيت ما راح يدفع لا اجار ولا حتى ايضا من ناحيه الضرائب الحكومه الفرنسيه تنازلت وخففت وايد على المواطنين اللي عندهم شغل وعندهم بيوت، خفضت عليهم الضرائب. يعني كانت مبالغ لو مثلا دينار ياخذون منه 300 فلس على سبيل المثال، وقيسي عليها الناس الثانية. ففعلا صار في تعاون بيننا وبين الجهات الرسمية، والإعاشة كانت مشت على الأساسيات، تعليمات من الطائف ان هذه المبالغ بدأ يحولوا لنا الى فرنسا مبالغ ونعطيهم نحولها على هذا الطلب. على ابو خالد، شراء مقر يعني للسفارة الكويتية، هل انت كنت طرف فيه يعني السفارة؟ لا، لان انا جيت كانت السفارة موجودة، مقر السفارة،
السفارة وبيت السفير كانوا موجودين من أساس يعني ملك للكويت. لكن مكتب الملحقية هل مكتب الملحقية لا خذيناه احنا في 2014 شريناه ورممناه وسويناه. هذه كانت فعلا فرصة أن هذا المقر يكون حق المكتب الثقافي تكون سفارة دولة الكويت المكتب الثقافي في يكون مقر دائم يعني خلاص هذا طلعنا من السفارة خذينا هذا المكتب. فكان هذا طبعا مكسب حق الكويت أن يكون هذا المكتب بسعر خيالي يعني ما كان يتوقع كان واحد يبيع بأي طريقة بيطلع. فكوري هما شيف دوركست موجود هناك كوري وزوجته أيضا يابانية باعوا يعني برخص غير متوقع خذيناه ب3,400 يورو في حين أن الشقق أكثر من هذا السعر طبعا وهذا بيت 3 أدوار وحوش وشيء مرتب يعني فالحمد لله لا يزال موجود الحين تعدل 15 أو 16 مليون الحمد لله الله ميسر الحمد لله الله يسرها علينا وحسب النوايا إن النوايا الطيبة تفرز إن شاء الله نتائج طيبة. عزيزي المشاهد نتوقف في استراحة قصيرة ثم عودة إلى ضيفي الأستاذ عبد اللطيف أحمد لبعيجان. استراحة قصيرة. عزيزي المشاهد عودة مرة أخرى إلى ضيفي الأستاذ عبد اللطيف أحمد لبعيجان. أبو خالد عدت بعد ذلك إلى الكويت وعملت بوزارة التعليم العالي مساعد لمدير العلاقات الثقافية للتبادل الأجنبي اللي هي بين 92 إلى 96 نتوقف عند هذه المرحلة. أول ما رجعت الفترة الأولى بعد الغزو طبعا كان جميع الإدارات مشغولة في ذلك الوقت حطونا احنا المستشارين أو الملحقين الثقافيين في الفترة الأولى إلى مساعدين مدراء في الإدارات المتنوعة. أنا كان نصيبي في العلاقات الثقافية قسم التبادل الأجنبي فكانت هذه فعلا فترة ثرية إن من خلال عملي مع الجهات الأجنبية داخل الوزارة من مؤسسات ومن وزارات ومن مكاتب لغوية هني من السفارات مثل مع مكتب فولتير أو معهد فولتير اللي تعليم اللغة الفرنسية بالإضافة للسفارة الفرنسية والسفارات الأخرى. أيضا تعاوننا من خلال التبادل الثقافي فيما بين دولة الكويت وهذه الجهات بشكل عام من خلال اللجان المشتركة عن طريق وزارة الخارجية. فكان لنا حضور في ذاك الوقت خلال الاجتماعات تمثيل وزارة التعليم العالي لتمثيل الوزارة في التبادل الثقافي وخاصة في التبادل الأجنبي. فكانت هذه الفترة فعلا غنية. وبعد ذلك انتقلت من العلاقات الثقافية أصبحت مدير الشؤون الإدارية في وزارة التعليم العالي وهذه أيضا كانت فترة غنية بالتجارب خصوصا نحن أيضا كنت أنا أشرف على من ناحية إدارية على المعاهد معهد الموسيقى ومعهد المسرحي فكانت أيضا علاقاتي وياهم في ذلك الوقت وايد متميزة. فصار لنا مجال نحن نفتح للطلبة خلال هذه الفترة ما كان يسمح لهم التوجه للدراسة في الدول الأجنبية خاصة المعهد المسرح ففعلا قدرنا احنا نعدل هذه الأنظمة شوية والتوجه إلى فتحنا لهم كان الله يذكره بالخير الأخ فهد السليم كان هم من الأوائل اللي كان راحوا في, نعم. في المغرب وغير الدول هذه فالحمد لله قدرنا احنا نسوي شيء يفيد الطلبة ويفيد البلد انه يعني توسع في الابتعاث من خلال هذه المعاهد الموسيقى أو المسرح معهد العالي في المسرحية كم سنة مكثت في هذا المكان وعدت ثانية إلى فرنسا؟ في الكويت عدت 5 سنوات تقريبا الفترة هذه اللي رجعت فيها من 92 إلى 96 قعدت 5 سنوات ومن ثم رشحت أيضا مرة ثانية أن أكون مستشار ثقافي في تم اختيارنا من قبل الدكتور رشا ومعالي الوزير أيضا تم اختيارنا في ذاك الوقت وتوجهت إلى فرنسا مرة ثانية كرئيس المكتب 96 إلى 2016 يعني 9 سنوات الفترة الأولى 9 سنوات 12 سنة
والفترة الثانية 9 سنوات ايه. ودراسة 5 سنوات هاي 26 سنة في فرنسا. في 2007 كان يعني قضية اليونسكو هذه بعد التقاعد اللجنة الوطنية. اللجنة الوطنية بعد هذه ما لها علاقة بالوظيفة، هذه اختيار تمت. لا أنا كنت في وزارة التعليم لما رديت من فرنسا سنة 2016. 2017 تم اختياري لأن تقاعد الأخ الفاضل عبد العزيز الجار الله كان هو الأمين العام للجنة الوطنية ذاك الوقت. فتم اختياري لأكون مكانه في منصبه أمين عام للجنة الوطنية. فأصبحت من ذاك الوقت 2017 أمين عام للجنة الوطنية شهر 3 اللي هي تتبع اليونسكو. تتبع اليونسكو وزارة التعليم. بس أنا كان عن طريق وزارة التعليم الرئيس والوزير. ما هي مهام هذه اللجنة يعني؟ والله مهامها كثيرة حقيقة، يعني من اللجان المهمة اللي أنشئت في سنة 79 إقرار وزاري مجلس الوزراء 55/79 أنشئت هذه اللجنة. وكان قبلي أساتذة فاضلين اللي هم يعني اشتغلوا المنصب حقيقة أدوا دور كبير وأنا كنت مكمل لهذا الدور بعدهم. علاقاتنا مع المنظمات الخارجية نمثل الكويت أو المنظمات الخارجية من خلال اللجنة الوطنية تمثل داخل الكويت، من خلال اليونسكو منظمة اليونسكو الأم، ومن خلال المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اللي كان رأسها المرحوم آخر فترة عبد الله محارب الأكسو، والمنظمة الإسلامية للثقافة والفنون والأداب اللي هي من خلال الألكسو أيضا الدكتور عبد العزيز التويجري المملكة العربية السعودية الأستاذ الفاضل، وأيضا مكتب التربية العربي في ذاك الوقت اللي كان يرأسه علي القرني. ولا يزال موجودين هناك طبعا ما عدا عبد العزيز التويجري اللي تغير واليونسكو كلهم تغيروا الرؤساء. فكان حنا نستفيد من هذه التجارب التربوية. كيف المدة المكلف يقضيها؟ هل محددة بفترة أو لا؟ لا كان ما كان في فترة بذاك الوقت، ما كان في ما فترة كانت مفتوحة. أنا اشتغلت فيها 9 سنوات يعني تقاعدت 2015. فالفترة هذه يعني اللي اشتغلنا فيها علاقتنا ويا الأمناء العامين للدول العربية، الأمناء العامين لدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى الأمناء العامين من خلال الحوار العربي الأوروبي من خلال اجتماعاتنا في اليونسكو. وأنا كنت في ذيك يعني كلفت أن أكون المنسق العام للدول العربية مع منظمة اليونسكو في الحوار العربي الأوروبي التابع لليونسكو. هي تبادل الثقافات والعلوم والتجارب والأشياء اللي تطرح من قبل اليونسكو، العلاقات المدارس المنتسبة لليونسكو نشرها من خلال الكويت، مدارس الكويت إلى يعني كل ما يتعلق في منظمة اليونسكو من ناحية تربوية وعلمية وثقافية. كنا حنا نطبق هالأشياء بالتعاون مع وزارة التربية والجهات الأخرى، بالتعاون أيضا مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. نعم. كان تعاوننا وايد في أنشطة طبعا، في أنشطة متبادلة. نعم. ما في شك يعني. هناك من يقول بأن الكويت لم تحصل على نصيبها يعني اللي تستحقها في مثل هذه المنظمات كاليونسكو كالأمم المتحدة. هناك كثير من المنظمات الكويت أقل تمثيل فيها، بينما نجد أن كثير من الدول العربية لها تمثيل أكبر، مع أن الكويت مساهماتها المادية والمعنوية أكبر بكثير. كيف تنظر لهذا؟ هذا صحيح من جزئية يعني طبعا المنظمات هذه كلها دولة الكويت تساهم فيها، تدفع مساهماتها بشكل دوري من منظمة اليونسكو إلى المنظمات الأخرى الإكسو والأيسيسكو ومكتب التربية العربية اللي في الرياض. المشكلة أن هم احتياجاتهم في بعض الأحيان يبون عدد معين من الموظفين والإداريين أو الفنيين في تخصصات معينة قد لا تتوفر عندنا في دولة الكويت، مع العلم أن في مدراء الإدارات يعني مثلت في المنظمة العربية الإسلامية في المكتب التربية ومكتب الثقافة، كان هناك كويتيين اشتغلوا في المغرب في خلال هذه المنظمات. منظمة اليونسكو قليلين أو نادرين جدا اللي اشتغلوا في هذه المنظمة، لأن
في الفترة دي ما كان أحد يرغب أنه يروح يشتغل، خاصة أن الراتب يكون قليل والدولة اللي قاعد فيها مكلفة من ناحية السكن، من ناحية العاشر، من ناحية الغربة، يعني في بعضهم ما يقدر. الفترة الأخيرة لا، كان في قبول، يعني كثير من المواطنين والشباب الكويتيين حبوا أن يشتغلون في هذه المنطقة، في هذه المنظمات، لكن مع الأسف ما حالفهم الحظ، لأن أيضا هناك المنظمات يختارون مستويات معينة، ما يختارون لأن الكويتي يبون دخلنا. لا، ما نقدر إحنا ولا أي دولة تسوي هالطريقة هذه، لأن هذا مواطن من هذا البلد. بس على الكويت أن تختار، يعني طبعا طبعا تختار. حتى الليون نفرسهم، يعني مو أي واحد يتقدم نعرض عليهم، لا، في ناس وايد نعرض عليهم متميزين يعني، وفي بعضهم مع الأسف ما استمروا وراحوا اشتغلوا بس ما استمروا، يعني ما أدوا الناتج أو المطلوب منهم حسب طموحهم أو كذا. طبعا لأنهم هم عندهم شغلات معينة، أسقف معينة لازم يوصل لها الشخص، إذا ما وصل لها الشخص حق هذا المستوى طبعا يطلبوا الاستغناء عنه، وهذا اللي حصل. يعني مع الأسف أن في أمور ما هي وظيفة إدارية عادية هناك، لأن هذه مكاتب فنية، فيجب أن يكون شخص عنده قدرة، عنده إدارة، عنده إرادة. هي تشريف أكثر من والله هناك أنا أعتقد هي تكليف أيضا، وليس تشريف طبعاً للتشريف. وتكليف بداية وتشريف طبعاً. إنك أنت تشرف هذا طبعاً. المكان وتشرف بلدك اللي أنت رايح تمثله، فإذا كنت أنت دون الطموح ما في شك، ودون ما في شك. هذا أكيد ما في شك. يعني بس عموما يعني كان هناك كثير من الوظائف الموجودة أو الدورات اللي موجودة في هذه المؤسسات بعثنا لهم، بعثنا المجموعات حق هذه المنظمات، خصوصا الموظفين الموجودين في منظمة اليونسكو اللجنة الوطنية، راحوا شاركوا في مؤتمرات، شاركوا في لقاءات، شاركوا، لأن هذه أيضا يعطيهم دافع أن العمل ويكونون حلقة وصل فيما بين هذه المنظمات واللجنة الوطنية داخل الكويت. أبو خالد، نتكلم عن الأوسمة اللي حصلت عليها. هم وسامين اللي أنا حصلت عليها. نعم. الوسام الأول في فرنسا من خلال المهرجان الخليجي لدول مجلس التعاون. عملنا مهرجان في معهد العالم العربي، كل دول الخليج مشاركة فيه. حصلت من خلال الأمانة العامة لمجلس التعاون، الأمين العام ذاك الوقت جميل الحجيلان رحمة الله عليه، وكان ذا حق كان حي، يعني كان من الناس الأفاضل حقيقة، المتميزين أيضا، كان هو سفير السعود المملكة العربية السعودية في باريس قبل أن يصير أمين عام لمجلس التعاون. فحصلت على هذا الوسام بعد المهرجان مباشرة. الوسام الثاني حصلت عليه في فرنسا لما كنت مستشار ثقافي من الجمهورية الفرنسية، هو وسام السعفة الأكاديمية، البالم أكاديميك. هذا الوسام يمنح إلى كل الأشخاص اللي يهتمون في الناحية الثقافية والتربوية والعلمية وتنشيطها في بلدانهم، بالإضافة إلى ما يقوم في داخل البلد نفسه. نعم. فمنحت هذا الوسام من الجمهورية الفرنسية. أيضا لك حصلت على جائزة في احتفالية جائزة اليونسكو للمغفور له الشيخ جابر الأحمد شارك. هذه حقيقة ما حصلت عليها أنا، لكن حنا نظمنا هذا المهرجان. نعم. وكان كنا محظوظين أيضا بحضور ورعاية المغفور له الشيخ صباح الأحمد في جامعة الكويت، ودعية الاحتفالية عادة تقام هذه الاحتفالية في فرنسا في المكتب في منظمة اليونسكو. حنا طلبنا بالكويت إن على الأقل حنا الجائزة ممثلة بالمغفور له الشيخ جابر الأحمد لذوي الاحتياجات الخاصة، تقديم أبحاث فيما يتعلق في ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان ذاك الوقت الفائز فيها الشخصية أمريكية حصل عليها، وطلبنا بحضور، تقدمنا بطلب للمغفور له الشيخ صباح الأحمد لحضورها ورعايتها، وفعلا لبى الطلب وحضر في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى جميع السفراء الموجودين والشخصيات وأعضاء مجلس الأمة والوزراء. فكانت هذه احتفالية جدا مميزة حق اللجنة الوطنية. أعتقد احتفالية بعد اللجنة الوطنية بمرور 50 عام على انضمام الكويت إلى منظمة اليونسكو،
هذه يعني احتفالية جدا مهمة. يعني الأخوة والأخوات في اللجنة الوطنية حقيقة فكروا أن ليش ما يكون عندنا حنا احتفالية، خصوصا مرور 50 عام على دخول اللجنة الوطنية في هذه المنظومة منظمة اليونسكو، أن ليش ما نحتفل ونكرم اللي اشتغلوا على هذا الانضمام من وزراء وكلاء ومدراء جامعة ومعهد أبحاث ومن الهيئة التطبيقية وجميع المندوبين الدائمين ومساعدين المندوبين الدائمين في ذلك الوقت. وفعلا تم ترتيب هذه الجائزة داخل الكويت، وعزمنا أن دعينا الأمناء العامين للدول العربية كلهم يحضرون، لأن هذه مناسبة مهمة واحتفالية جدا مهمة حق دولة الكويت، أن هذا الزمن الفترة من الزمن المهمة أن احنا شاركنا في هذه المنظمة وعملنا هذه الاحتفالية. وفعلا تم تكريم الوزراء ومن ينوب عنهم، وبالإضافة إلى جميع من شارك ويانا من مثل ما هل هذه يعني أيضا اجتماعات المنظمة الإسلامية الإسسكو بالمغرب كعضو تنفيذي مثلت الكويت فيها؟ اي طبعا، صار لي الشرف ان انا اكون عضو مجلس تنفيذي بحكم عملي، اكون في هذه المنظمة. واجتماعات طبعا مجتمعات المؤتمر العام دائما نكون هناك حضرها، بالإضافة إلى المنظمات الأخرى اللي أنا أكون ممثل فيها مع عضو المجلس التنفيذي، سواء كان في المنظمة العربية أو كان في مكتب التربية العربي. فالمنظمة الإسلامية وكان يرأسها الدكتور عبد العزيز السويجري الله يذكره بالخير، كان فعلا شخصية مهمة وكان له اتصالات وايد قوية ويا رؤساء الدول، وكان نشيط وحريص على المنظمة ويهمه أن يبرز دور الدول العربية والدول الخليجية بالذات، بالإضافة إلى الدول الأخرى. يعني ما كان يفرق بين الدول هذه، لكن كان حريص ومتابع وقدم ومثل المنظمة الإسلامية بشكلها المميز يعني حقيقة. وكانت مهمة بالنسبة لي أن أنا أشترك وياهم في هذا التمثيل وهذا العمل اللي حققنا فيه أهداف كثيرة هي مع الدول الإسلامية والدول العربية والبرامج اللي تم الاستفادة منها داخل الكويت. بعد هذا المشوار الآن أنت متقاعد، نعم، هل لازال لك نشاط أو ارتباط بهذه المنظمات، بهذا يعني التواجد للكويت باسم الكويت؟ أنا يعني شبه متقاعد وليس متقاعد كله لأن أيضا أنا في مركز البحوث في الأستاذ الدكتور عبد الله الغنيم ونعم الرجل، وأنتوا إضافة الحقيقة. الله يسلم، بالعكس هذا حنا نتشرف أن نكون وياه ونستفيد من خبراته وثقافته وعلمه، لا أزال موجود وياهم. بالإضافة إلى هذه المنظمات الأخرى دائما نحن مع اتصال طبعا، الزملاء في مجموعة حطيناها في الواتساب اللي شاركوا في الأمناء العامين واللي شاركوا المجلس المؤتمر العام والمجلس التنفيذي، دائما اتصالاتنا من خلال هذه. إلى ما شاء الله عليك أنت نشط ويعني الحمد لله رب العالمين، وهذا مفخرة بالنسبة لنا الله ومكسب الله يعني تواجدك في أي موقع تكون فيه الله الله. هل من كلمة أخيرة تحب تقولها؟ والله أول شيء شاكر لكم وحضوركم عندي في البيت، وهذا شرف كبير لي. الشغلة الثانية، أنا دائما نقول أن لازم إحنا نحافظ على دولتنا الكويت، نحافظ عليها في جميع المجالات، في جميع الأطر الموجودة يجب أن نبرز دور الكويت ونرجعها درة الخليج، درة العالم وليس فقط درة الخليج. صحيح. هذا ما يتم إلا بتعاضد أهل الكويت فيما بينهم ونبذ الخلافات الموجودة، بحيث أن احنا نسعى أن ترجع لمكانتها الثقافية والعلمية والسياسية والتربوية والرياضية إلى ما كانت عليه اللي كنا نفخر فيها بالسبعينات والثمانينات. ونتمنى إن شاء الله بتعاضد أهل الكويت، وإحنا أنا على يقين إن شاء الله أن هذا الدور الريادي لدولة الكويت لابد أن يعود بتعاون الأخوان كلهم في مجاله. إن شاء الله يعني كل هذا يتحقق مدام هناك ناس مثلك وشرواك والنوايا الطيبة وحريصين
ومحبين لهذه الأرض. الله يحفظ الكويت وتحياتنا لك. شكرا على سعة صدرك ولهذا الحديث الطيب الممتع. عزيزي المشاهد، في ختام هذا اللقاء نشكر ضيفي الأستاذ عبد اللطيف أحمد البعيجان، وشكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.